أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع والعاشر في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تقرأ الدرس قراءة صحيحة ومعبرة وتبين المرادفات للمفردات الجديدة. كيفية تنمية مهارة القراءة والكتابة؟ تعد الكتابة من أهم وسائل التواصل مع الآخرين، من أهم النصائح التي يمكن تطبيقها لتحسين مهارات الكتابة. جعل الكتابة تمريناً يومياً، كلما زادت ممارسة الكتابة تحسنت المهارات، ويمكن عن ذلك تخصيص وقت يومي لممارسة تمارين كتابية يومية، ولا يشترط أن تكون هذه التمارين تستغرق وقتاً طويلاً، بل تكفي كتابة فقرة صغيرة يومياً، ويمكن تعاون مع شخص آخر لزيادة تشجيع وتحسين مهارة الكتابة لدى الطرفين، وقراءة فقرات بعضهما البعض، معرفة المواضع التي يجب تعديلها. زيادة وقت القراءة وكميتها. عند زيادة القراءة يزداد العلم المكتسب عبر معرفة كيف يكتب الآخرون لنقل رسائلهم بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي معرفة أساليب كتابة جديدة. ومن المهم دمج القراءة اليومية مع تمارين الكتابة، ويمكن القيام بذلك من خلال كتابة مراجعة أو ملخص لما تم قراءته في ذلك اليوم. الإيجاز، من المهم محاولة عدم استخدام أي كلمات معقدة وطويلة أثناء الكتابة لتجنب إرباك القارئ وجذب انتباهه لما تمت كتابته، بالإضافة إلى جعل الجمل قصيرة وعدم الإفراط في استخدام كلمات مثل جدا أو حقا أو فقط إلى آخره، وإن الجمل الطويلة تشغل المساحة المعرفية للقارئ دون داء. عمل جلسة تحرير شاملة قبل نشر النص. التحرير هو جزء من عملية الكتابة التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، بالرغم من أهميتها يتم القيام بالتحرير الشامل لتجنب الأخطاء في النص وتعديلها. تؤدي هذه الأخطاء التي إلى تشتيت انتباه القارئ بعيدا عن الرسالة التي يجب أن يواصلها النص، وتقليل ثقة القارئ في قدرة الكاتب على الكتابة. ويصي باستخدام أداة تحرير لإدراج الأخطاء اللغوية أيضا التي تجاهلها العقل أثناء الكتابة. أيضا من المهم أن يوصل مكتوب الرسالة وأن يصل إلى صلب الموضوع، وقبل البدء بالكتابة يجب التفكير بالنص من قبل كتابته والرسالة المراد إسهالها. الجملة الفعلية. تقسم الجملة الفعلية إلى نوعين، جملة مبنية للمعلوم وهي جملة تتكون من فعل معلوم يتبعه فاعله، قد يأتي على عدة حالات، وهي يكون اسما صريحا مثل حضر الغائب، أيضا يكون اسما مبنيا كأسماء الإشارة مثل نجح هذا الطالب، يكون الفعل من أسماء الموصولة مثل أن نقول عفوا نجح الذي اجتهد، يكون ضميرا متصلا مثل حفظت القصيدة. أيضا عزيز الطالب، بالنسبة للنوع الثاني من الجملة الفعلية هو الجملة المبنية للمجهول، يكون الجملة وهي الجملة التي يحذف فاعلها وينوب عنها المفعول به، نحو يشرب الحليب، ففي الجملة غير معروف من الذي يشرب الحليب، وتعرب كالآتي، يشرب فعل مضارع مبني للمجهول. الجملة المبنية المعلوم تتكون جملة مبنية المعلوم من فعل فاعل ومفعول به، والفعل ينقسم إلى فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. أيضا الفاعل هو الاسم المرفوع يقع بعد فعل المبني للمعلوم، والفعل ظاهر وفاعل الذي يدل على معنى بدون الحاجة إلى حجة. أيضا هناك ضمير المتكلم، يأتي الفاعل ضميرا متكلما إذا كان متكلم مفرد وإذا كان متكلم واحدا، وأيضا ضمير مخاطب، يأتي الفاعل ضميرا مخاطبا إذا كان مفرد أو إذا كان جمع ذكور أو جمع مؤنث. كيفية كتابة نص وصفي تتلخص في اختيار موضوع معين للكتابة أو وصفه، كتابة مخطط مختصر يتضمن الخصائص والحقائق والشخصيات، أيضا جمع معلومات لوضعها في فقرة تمهيدية إن دعت الحاجة، فمثلا إذا كان موضوع النص عن حدث تاريخي أو مكان أو شخصية معروفة أو قضاء عطلة معينة، تحديد الفكرة الأساسية لكل فقرة من فقرات النص، وكتابة الفقرات ابتداء من الجملة الرئيسية ثم ذكر التفاصيل. أيضا كتابة الإنتاج يلخص الأفكار الرئيسية الموجودة في النص، وإجراء تدقيق لغوي بعد الانتهاء من كتابة النص. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعالى.